قضيت على بخمامة العسكر مداوير غمامة، يا ذي الموت ولا ذي الهنا شهداء خلا وليتامى. جبيت على بخمامة العسكر مداوير غمامة، يا ذي الموت ويا ذي الهنا شهداء خلايا ولي تماه. سمحي يا علامي ماوى، سمحي يا عدم ربي، سمحي خربي خلبي بعد ماوى، انا ما قدوار العلاية. يجينا من جواي براويش تلاقات فرنسا والجيش، قولوا لما ما تبكيش خوك يموت ما يرضاش. عمري 7 سنوات لما اندلعت الثورة في أول نوفمبر 54. كنت درست سنة في مدرسة الأهالي إيكول ديزانديجال، وفي الدخول المدرسي 54-55 بدأت الثورة وتم اعتقال عائلتنا، وبالتالي انقطعت عن الدراسة. علاش هذا الاعتقال هذا اللي وقع في العائلة؟ نعرف بأننا ننتمي إلى عائلة عباس العرور. كنت هنا جابونا لهنا يسكروا علينا بالسلك ويجيو في الليل ويحبسوا على النساء في اللاقة. النساء في اللاقة وين هما وين هما وين هما. خرجت على السلك، خرجت تحت الجبل. هربتي؟ هربت. والجنود حرقوا البيرو نتاع القايد وهربوا، طلعوا للغابة، طلعوا للغابة. بقينا احنا ثم الضرب والصلب ويهزوا فينا، داونا للخنجة سيدي مرحمة الوالدين ونحونا في الحبس، ورجعنا من ثم وهزوا النساء نتاع المجاهدين، هزوهم للحبس وحنا داونا للحبس وخرين عقبهم الخنشلة. C'est dans l'Est, le Constantinois et les Aurès, que le FLN est le mieux structuré, que les accrochages seront les plus durs, les plus fréquents, dès 1954. Les déplacements de population débutent avec le début de la guerre de libération nationale. ويوم 26 نوفمبر ترحيل سكان بعض الدواور تاع واد الابيض ونتاع الواد عبدي تحت حراسة الجيش، والسكان يعني معنى ذلك نساء رجال أطفال شيوخ إلى آخره تنقلوا للأماكن اللي عينها لهم الجيش الفرنسي. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complot organisé par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Le وقت كي دخلت فرنسا خرجتنا من الجبل، جابوا لنا لواحد البلاصه اللي هنا يقولوا لها جعرير، حطونا ثم قالوا لنا تريحوا لهنا، مازال ما دخلناش المحتشد نتاع بوحمامه. مشات بيعه بابا باللي راهو ياكل المجاهدين، جاو هزوه جابوه لهنا للسيلون هذا نتاع بوحمامه. نقول لك ما شفاش، ما نعرف يقعد شهر ولا شي، اللي كان المهم
شرعوه وحكموا عليه بالإعدام لهنا في دوزيام بيرو. الشعب هو الذرع الحقيقي، الشعب هو اللي يعاني كما يقولوا ضرب، الشعب هو كما نقولوا بالبربريه نتاعنا هو الموتور نتاع المجاهدين. لو ما يكون الشعب المجاهد ما يقدرش. الشعب كاين اللي في المحتشدين هنا ديما نترقدوا على المحتشد، حنا هالجبال هذو فرغوهم باش يقضيوا على المجاهدين في الجبال. دبورنا في باب الجن، كنا ثم وجبنا هنا عند بو حمامه، عندي زوز الاولاد جبتهم هنا صغار. والراجل تاعك كان معاك ولا كان في الجبل؟ لا كان معايا، ولا خرج الجبل وانا قاعد لهنا في الغلب، والغلب يسال عليا، وليت هزيتهم في فمي حاشاك طلعت الجبل في عقابي. من ثم حنا في تعرف الاقير، مره شبعنا مره جعنا مره احفينا مره لبسنا كيما قدر الوقت. في نفس الوقت ترحيل بعض العائلات اللي معروفة بأن فيها مناضلين لعبوا دور في اندلاع الثورة، بينها مثلا عائلة عباس الغرور. عندما اندلاع الثورة في 54 كان عباس قد هجم، يعني معروف الهجوم تاعو التاريخي على مدينة خشة في ليلة نوفمبر مع مجموعة من المجاهدين، ونتمنى يعني شباب كانوا يدرسوا، معظمهم درس تكوين مهني بخنشلة، وحبيت نذكرهم. يعني كانت مجموعة يعني حتى العائلة نتاعهم تم اعتقالها، يعني الرجال خاصة. أذكر هنا عثمان التجاني، مرير الحسن، حمام عمار، بن عباس الغزالي، كشرد علي، الغرور شعبان وهو أخ عباس غرور، وقاد خميسي، شامي محمد، كلهم استشهدوا يعني في السنة الأولى نتاع الثورة. ففي الصباح يعني كانوا سركلوا يعني البيت نتاعنا ودخلوا وخلطوا، يعني كانوا كسروا، كانت غرفة واحدة فيها بلافون حطبوه وكسروا، حوسوا كشمل قوة ثائق، لأنهم عرفوا يعني في اللحظات الأولى عرفوا أن عباس غرور والمجموعة نتاعو هما اللي راهم هاجموا، يعني عرفوا تقريب جماعة لأنهم يكونوا كان عندهم معلومات عليهم، وبالتالي هاجموا يعني في اليوم الثاني هاجموا على. كنا في الدبار ما على بالناش، احنا قعدنا هكاك، العسكر خرج ما على بالناش، دخل يحكم صالح بابا يحكموا منا، يقول له وين هو الغرور عباس، قال له ما على باليش، حكمونا كلش طيحوه، قطع من بعد خرجوا ويفركتوا راحوا للنوادر نتاع التبن، قلعوهم ولاحوا فيهم النار. من بعد ثم قعدنا شويه هكا زوج ايام ثلاثه، قالوا انكم راح تروحوا لمتوسى، هم راح يجيو الكمين تروحوا لمتوسى. احنا واحد ما على بالنا، في بعضنا الفاميلا كل وحده ما على بالهاش، حتى تلقينا هنا في متوسى. كي ثارت القره واحد الشهر هكاك هزونا، ثم احنا الاولين هزونا، جابونا حطونا هنا عند الحركه، أربع بيوت خمس بيوت كل عند الحركة فرغوا لهم الديار. أخام أحمد عمار، وين جا خام الشبتي، وين جا أخام فرحات، وين جا خام نجمع بالحفير، وين جا لا والغير جا دار الغرور عباس سكنوا به ديارك، احنا رحلونا. أنا ساكنة في الريحانة وخويا الخميسي وفرحات والربيعي عمي، زوج دار الغرور عباس وباباه مرته وامه في الدار، سكنوهم في دار وهو في دار. كي قعدنا هنا في متوسى الرجال راحوا هزوهم هزو باباه هزو قمره مرت عباس، داوها لهنا الخشلة حكموهم بالضرب، يضربوا بابا ضربوه، داروا له التيو في فمه والماء يخرج له على وذنه، طيحوه كسروا له الشطوب نتاعه وخرج، واللي بقى هزوه من الحبس بقى بابا تلقوله والشطوب هذا نتاعه ودخلوه في بعضه. في رمضان 27 هكاك جاوا قصوا البطوات هنا حد القيد الزين،
المجاهدين قصوا البطوبات وهزوا القايد دي بيتي هزوا كلش خطفوهم هزوهم هذيك الليله ما طلعش النهار صب علينا العسكر قالوا لنا جا الغرور عباس وشعبان هما اللي داروا هكا ما كانش حكموا الرجال ضربوهم داروا فيهم ما داروا وهزوهم بعد جا خالي قال لي هيا انت وامك تروحوا تشوفوا باباك ويشوف تشوفي احنا رحنا احنا لقيناه مات وقعدنا هنا في متوسة كل واحد داروا الدوبل في بعضهم. عائلة أب عباس الغرور محمد بن عمر كانوا 8 أشخاص عائلة أخرى فرحة بن عباس كانوا معها 4 أفراد إلى آخره إلى آخره. هذا مثال نتاع القمع اللي تسلط مباشرة دونك بعد اندلاع الثورة. هذا الناس هذو كي جاوا في هذاك الوقت هذاك احنا ما عندناش خبر كيفاش قالوا باللي راهم هذا الناس هذو منفيين وكاين عندنا ناس كبار كيما مثل بغرار ابو كحيل هذا كيما مؤمن عبد القادر كيما اللي مرابط هذو يجيو في السر الجماعه الكبار ما يجيوش لينا احنا والميتين تاعنا ما يشوفوش معاه يقولوا لهم لازم هذه العائله هذه باللي تتعاون وتقوموا وتجيبوا وش اللي كتب لكم رب العالمين وتوكلوا هالعائله تبين نرد القهوة تبين نرد دارين نرد ما بالتقريبا نكو هالعيلات يجي واللي يكتب له ربي مكتوب يجيبه وما يمديش أنا ولا واحد يديه الكبير اللي راه قادر على الثورة اسمه مناضلين هذا مناضلين تبارك الله فيك مناضلين واتصلوا بهم باللي هذه عائلة عباس الغرور ما نقول لك لا قعدوا لهنا لا عام لا اكثر لا اقل هزوهم من هنا بقينا احنا العائلات اطفال والنساء في المعتقل بقينا لغايه شهر جوان تقريبا لشهر جوان 59 الظروف اللي كنا نعيش فيها اول الاكل نذكر قطار كان يمر بين قسنطينة وخنشلة الدخان هذاك ولما يصل نسمع الصوت نتاعو هذاك والدخان كبير كان يبان كان في الخريف ولا في ونتغطى ببرنوس بابا ونشاهد وكان الاكل نتاعنا كان عبارة عن حبوب نتاع قمح. لي بومباردومون دو فيلاج كومونس ايغالمون دي نوفمبر 1954 اي لو 10 و 11 نوفمبر مثلا تيرزافرج لو فيلاج دو تيرزافرج اي بومباردي. Et donc, l'aviation est déjà utilisée et bombarde les villages qu'on considère donc comme ayant apporté un soutien à la révolution algérienne. أول معركة اللي شهدوا فيها 4 نساء ما فيها ماما وعائلتي وخالتي وبنت خالتي. نهار 19 نوفمبر 54 في عكريش. وكل ما خلاو حتى واحد من الهرة وروح وكل رحلونا هنا تشنور. Les unités françaises de la Légion étrangère visitent les villages dans lesquels les soldats pénètrent avec un minimum de diplomatie pour être acceptés par les habitants. La France doit préserver son image. Ils visitent les habitations, contrôlent les populations, distribuent des informations sous forme de tracts rédigés en arabe et se font aider de chiens policiers pour tenter de trouver des terroristes du FLN. Le Bouddha nous cherche une nocte moyenne où il y a tafrir, n'est-ce pas le calme, manatq. اللي كانوا ساكنين فيها جوستومون السكان فيما قبل سي سكون ابلي لي زون انترديت اون ا دوني اوردر ديفاكوي ان سارتان نومبر دو زون باغ اكزومبل لا زون تاع كيمل مثلا الجهه تاع جل عجول والبعض من المناضلين وللسكان نتاعهم معروفين بمسانده الثوره والمنطقة صعبة باش الجيش يدخلها ويلقاهم إلى آخره إلى آخره المنطقة هذه كنا دوني أرض باش يفرغوها من السكان العرش نتاعنا كامل في كامل جات الثورة كي صارت الثورة كنا في واحد المكان يقولوا له الجوف
جوف بدات فرنسا تجمل فينا، صراحنا كاملين كما نقولوا، جملونا في واحد المكان يقولوا له الدرمون. في ذاك الوقت على بالك وزادوا لموا علينا الدواور نتاع الصراحنا والشرفه من القبل. قالوا جملونا العرش نتاعنا كامل بكله، جملونا هنا في شنغا. المكان هذا كان يراقب تقريب كل المنطقة هذه نتاع شناور. بعده واش عملت فرنسا في ذاك الوقت؟ جمعت ثلاث عروش، وهو عرش الصراحنة والشرفة وعرش بني بو سليمان في هذا المكان هذا. هنا كاين الديار هذو، ديار نتاع ولاد برحايل وديار نتاع ولاد عبد الهادي. كاين مساكن لهنا حرموهم كل من المعيشة نتاعهم، من الأرض نتاعهم، وزادت عملت عليهم المنطقة هذه كلها محرمة. تلحق الربعة نتاع العشية يلزم كل الناس تدخل لهذا البلاصة هذه، واللي يبقى فوق الربعة يسافي هنا يقتل. المكان هذاك احنا نقولوا له بالدرجة نتاعنا نقولوا له بالفرنساوية القاريتا، والقاريتا هذيك هي تسيرفاي، يعني تراقب كل المناطق نتاع الأودية منا اللي باش يدخلوا المحتشد وإلا يخرجوا من المحتشد. القاريتا واحدة على اليمين واحدة منا على اليسار. هذيك البقاريتا هذيك ما قدرش المجاهدين باش يقدروا يجيوا لها، وصبحتنا القاريتا هذيك يعني كانت علة تقلب فيها واحد ستة سبعة عسكر كل يوم عسى فيها. لما نطلع على الجرائد مثلا نقرأ في الجريدة تاع 27 نوفمبر باللي لي بوبولاسيون لويال، يعني السكان اللي بقاو اوفياء للاداره الفرنسيه راهم خرجوا وتنقلوا وراحوا سكنوا الاماكن يعني اللي عينتها لهم هي. يعني كل الامر مشى تحت ضغوطات. من 55 جملت العراش نتاع